أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كل ما يباح أكله يكون بوله وروثه طاهر؟ هذه قاعدة، أنه ما حل أكله فبوله وروثه ومنيه طاهر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يذهبوا لما أصابتهم الحمى أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، كونه أمرهم أن يشربوا من أبوالها دليل على أنها طاهرة، يلحق بها كل ما أبيح أكله. نعم.